السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا بنات في قناتي وصفة معلومة. النهاردة هعمل لك وصفتين لمزيل العرق، وهقول لك إزاي تتجنبي سواد منطقة تحت الإبط، ولو عندك فيها سواد إزاي تتخلصي منه. خليكي معايا لآخر الفيديو، إن شاء الله هتستفادي جدا. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعرفي صحباتك وتبعتي لهم لينك القناة عشان تستفادوا كلكم يا أمارات. أول حاجة وصفة معايا النهاردة هتكون متكونة من 2 معلقة كبار شبة و6 معالق بودرة تلج ومية ورد وزيت عطري، أي نوع زيت عطري موجود عندك، ولو عندك مسك أبيض هيأدي الغرض. أنا معايا هنا زيت لافندر. هنجيب المكونات دي كلها، ولو عندك علبة فاضية هنحط المكونات ونقلبها مع بعض. أنا ما بحددش كمية مية الورد علشان انتي هتحددي الكمية وانتي بتعملي الوصفة، لو حسيتيها متجانسة معاكي حسب ما تتجانس معاكي، لا تكون ناشفة ولا تكون طرية قوي او تكون سائلة قوي، خليها متوسطة معاكي. ايه بقى الاسباب اللي بتخلي المنطقة تحت الابط تسود؟ اول حاجة، انتي المنطقة دي دايما معرضة انها يكون فيها عرق، فلما فيها رطوبة دايما، فانتي الرطوبة دي غلط انها بتخلي الجلد الميت يتكون، فبالتالي بتخليها تسود، لان الجلد الميت ده طبقات طبقات لما بتتكون على بعض بتخلي المنطقة دي تسود. انتي لازم اول باول تنشفي المنطقة دي كويس، تعملي لها سكراب كل اسبوع. يعني ايه السكراب؟ يعني هتعملي مقشر، هتجيبي نص ليمونة مع ملح وسكر، هتغرسي نص الليمونة فيه وتفضلي تعملي حركات دائرية تحت الابط علشان المنطقة دي تفتح معاكي. دايما تداومي على السكراب ده هيجيب معاكي نتيجة كويسة، بس تداومي عليه. تاني حاجة لازم تعمليها ان انتي ما تستخدميش الشفرة في ازالة الشعر بالذات تحت الابط، عشان لما بتشيلي بالشفرة، الشفرة مش بتشيل الشعر من الجذور، فبالتالي لما بيجي يطلع بيعمل سواد وبيتراكم عليه البكتيريا والحاجات اللي بتساعد على تكوين الجلد الميت، فبرضه هتروحي برضه حاملة اسمرار تحت الابط، فبلاش الشفرة. كمان انتي لما بتجيبي مزيل العرق من بره فيه كيماويات عالية جدا، الكيماويات دي بتخلي المنطقة تحت الابط المسام فيها يغلق، وبرضه بتخلي الجلد الميت يتكون وبتعمل سواد. اكتر حاجة تعمل معاكي سواد الكيماويات اللي جايه من بره، اللي هي المزيلات اللي بتيجي من بره، لانها بتحتوي على نسبه كيماويات عاليه جدا. احنا هنتجنب ده بان احنا هنعمل مزيل عرق في البيت. زي ما انت شايفه اول واحد انا خلصته وعملته قدامك، هعمل لك المزيل التاني دلوقتي وانت حددي هتعملي ايه. بودره التلك برضو يا بنات بتشيل الرطوبه من تحت الابط، فجميله ممتازه. الوصفه بتاعتي التانيه هي عباره عن زبده الشيا. هتجيبي معلقه زبده شيا وبرضه زيت عطري او مسك ابيض علشان الريحه تبقى حلوه، ونص ليمونه. الجليسرين هنا اختياري، تقدري تستغني عنه وما تحطيهوش لو مش موجود عندك. انا هعصر نص الليمونه في العلبه الفاضيه برضو، وبعد كده هجيب عليها معلقه زبده شيا وهقلبهم في بعض قوي، وجليسرين هقلب في بعض قوي كويس قوي لما الخليط يتجانس، وهضيف عليه معلقه زيت عطري عشان يعمل ريحه كويسه. لو ما عندكيش جليسرين مش مشكله، ما فيش اي مشكله تستغني عنه. زبده الشيا يا بنات فيها فيتامينات عاليه جدا، بتقلل الالتهابات وبتجدد خلايا الجلد وبترطب المنطقه دي كويس قوي، وبتساعد على تفتيحها. كمان الفيتامين الليمون فيه فيتامين سي عالي، وبيساعد على تفتيح المنطقه دي، وكمان بيجدد بيقتل البكتيريا والجراثيم اللي بتبقى موجوده في المنطقه دي، لان المنطقه دي بتحتوي على بكتيريا وجراثيم. كمان عايزه اقول لك حاجه نسيت اقولها لك، انك بتلبسي ملابس ضيقه عند المنطقه دي بتخلي المنطقه دي تحمر، بعد كده الاحمرار دوت بيتحول لسواد، فانت تجنبي الملابس الضيقه برضو، وحاولي تلبسي ملابس واسعه وقطنيه عشان المنطقه دي تتهوى كويس وما تبقاش فيها رطوبه عاليه، وكل الحاجات دي بتخلي المنطقه دي تسود معاكي. انا كده خلصت المزيلين الاتنين، الوصفتين بتوعتي النهارده زي ما انت شايفه. الوصفة بتاعت زبدة الشيا ديت انا بعتبرها خفيفة شوية، تنفع للبنات الصغيرين، وصفة الشابة دي للبنات الكبار، فالوصفتين هايلين جدا وممتازين، حاولوا تجربوهم هيجيبوا معاكم نتائج كويسة، وكمان لما تعملي سكراب هيجيب معاكي نتائج حلوة قوي. انا كده الفيديو بتاعي النهاردة خلص، ياريت لو عجبك ما تنسيش تعملي لي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.